بمناسبة مرور 13 عام على افتتاح هايبر رامس في الشارجة، عروض خيالية جدا جدا لا صارت ولا استوت، لأول مرة تنزل في رامز بس في هذا الفرع، لأن الاحتفال في هذا الفرع. الموقع الشارجة، شارع الشيخ محمد بن زايد قبل نشنا البنت، وحياكم الله وانشروا لكل اللي عندكم لأن العروض مجنونة جدا. بمناسبة مرور 13 عام على افتتاح هذا الفرع، فرع شارع الشيخ محمد بن زايد هايبر رامز، عروض على جميع الأقسام، خصومات على جميع الأقسام، لأول مرة تنزل هذه الأسعار. نبدأ لكم من وين؟ من الحليب. حليب نادك 4 لتر مع بعض ب 8.95، زيت سنلايت 6.95 دراهم، سعر الأرخص في السوق. وعدنا 4 حبات مكرونة، مكرونة الورود 5.95 دراهم. خليك متابع للأخير وانشر لكل اللي عندك، عدنا مفاجآت خطيرة. شوف شو عدنا، مش أي شاي، شاي ريد ليبل معروف وكوب مجاناً، 100 كيس، نوعية فاخرة جداً، من 14.95 دراهم. أبو قوس، الخصومات على أفضل الماركات، 12 حبة 19.95 دراهم. وعدنا أيضاً حليب شو اسمه؟ أبتيفيا 5.95 دراهم، 6 حبات، يعني الحبة أقل عن درهم. نيدو كيلوين وربع 38.95 دراهم. عدنا أيضاً تروفينيا حليب مجفف أيضاً 18.95 دراهم. وحبتين باونتي 19.95 دراهم من أصل 27. تبغي توفر؟ تبغي أسعار رخيصة؟ تعال رامز شارع الشيخ محمد، 350 جرام نوتيلا 8.95 دراهم، الطحين الكويتي 10 كيلو 18.95 دراهم. عندنا الرز انديان جيت معروف ما يبغي دعاية، بس السعر خطير 29.95 دراهم. وعندنا سنو وايت الأصلي 21.95 دراهم. شوف المفاجأة، XL الكل يدور عليه، السعر كم؟ 19.95 دراهم فلس. تاريخ 3 و4 و5 من شهر 7، الخصومات مثل ما قلت لكم على أفضل الماركات من شركة البيبسي، مياه أكوافينا جميع الأحجام، الشد الوحدة 2.95 دراهم، وخذ الكمية اللي تبغيها. غاية يوم الاثنين أيضا قسم الخضار والفواكه، عندنا البصل الكيلو ب1.25 دراهم، البطاط أيضا نفس السعر 1.25 دراهم، وعندنا الملفوف ب1.25 دراهم، وعندنا أيضا الخس 2.75 دراهم. خليك متابع للأخير وشوف المفاجآت. البرتقال فالنسيا 1.75 دراهم للكيلو، يحبون يسوون رجيم لصحتك. التفاح الأخضر 3.95 دراهم. خليك متابع. عندنا عنب جميل جدا، عنب مصري، البوكس كامل 3.95 دراهم. من لبنان تقريبا كيلو هذا الصحن، الصحن الواحد 5.95 دراهم. تخيل السنطرة الأفريقية 4.95 دراهم، اليوسفي اللي يقولون عنه. عندنا الموز أيضا، محبين الموز 3.95 دراهم للكيلو. وعندنا الهمة الباكستانية أو المانجا 5.75 دراهم وشامل الضريبة. مثل ما قلت لكم الأسعار رهيبة جدا وعلى أفضل الماركات. دياي ساديا 900 جرام 6.95 دراهم. شوف المفاجأة، 1300 جرام، الصدمة هني 7.95 دراهم، الحق ما تلحق، بس في فرع شارع الشيخ محمد بن زايد. شوف الصدمة هني، شوف الأسعار الرهيبة، كيلوين ونص أيضا سادية، بطاطا مجمد 8.95 دراهم، أيضا 8.95 دراهم، كيلو 750، صدور دجاج 8.95 دراهم، 4 حبات نقانق من سادية أيضا 8.95 دراهم، أحلى ريوق مع جبن بوك نص كيلو 8.95 دراهم أيضا. شوف المفاجأة هني، تقريبا كيلو جبن بينار 13.95 دراهم. خليك متابع للأخير وانشر لكل اللي عندك. شوف شو عندنا، إنتاج إماراتي، بيض 30 بيضة 11.95 دراهم. تبغي أرخص؟ خليك معاي، بيض أوكراني الربطة كاملة 8.95 دراهم وشامل الضريبة. عندنا قسم البهارات مسوين عرض جميل على شو؟ على السميد، شوفوا ما شاء الله، من 7 دراهم 2.95 دراهم. وعندنا أيضا الفلفل حب 19.95 دراهم للكيلو وشامل الضريبة. شوف الأسعار أيضا، قسم المكسرات والحلويات، الزبيب الذهبي الكيلو 7.95 دراهم من أصل 15، المشمش الأفغاني الطبيعي 19.95 دراهم مشمش مجفف، واللوز الأمريكي من 40 22.95 دراهم. حلويات كويتية حق الفوالة للعيد
11.95 فلس. وعندنا ايضا الفستق، فستق مملح الكيلو من 54 34 و95، وعنده كل انواع المكسرات. الحق ما تلحق في رامز شارع الشيخ محمد، عندهم عرض على الاسماك الشعري الكيلو من 19.10 و95، البلطي ايضا 8.95 وشامل الضريبه. قسم اللحوم عندنا للمشاوي تبون انواع واشكال اللحوم بافضل الاسعار، حتى الدجاج في سعر، مش هذا السعر لا، بيكون سعر ثاني ان شاء الله من باكر يوم السبت والاحد والاثنين. ايضا عندنا من العروض الطيبه، شوف البياض ما شاء الله، الكيلو جبنه فيتا سعودي ب 8.95 فلس. كل انواع الاجبان واللبنه متوفر، عندنا اللبنه التركيه البيضاء الكيلو 9.95 وشامل الضريبه. في رامز كل شيء رخيص بدون عروض، فما بالك مع العروض. عندنا الزيتون بجميع انواعه، الزيتون المصري الكيلو من 15.96 وشامل الضريبه. شوف الكومفورت هناك بدون خصم، ها 11.95 مال العبايات، شوف بدون خصم، بدون خصم رخيص، فما بالك مع الخصم. المنظفات سعر رهيب جدا، حب فيري حبتين مع بعض الاصلي 8.95، جالون كلوركس اللي هو 3700 9.95 سعر بلاش. وعندنا بارسيل ايضا 3 لتر كانك تستخدم صابون 6 كيلو ناعم 21.95 فلس. شوف هني كومفورت 4 لتر الازرق والوردي بلاش 15.95 السعر الرهيب. هيد اند شولدرز كل النكهات كل حبتين مع بعض 16.95 سعر خيالي. اصدمكم هني عندنا اومو كيلوين ونص من 22 11.95 وشامل الضريبه. كلينكس سوفتلي 5 كراتين مع بعض، الكرتون اقل من درهم 4.95 وشامل الضريبه. هات هني كومفورت عندنا 3 لتر شوف السعر. برسيل شوف السعر عندنا هني، هذا كانك تستخدم 900 ملي، هو كانك تستخدم صابون كيلوين ممتاز جدا 9.95. وكل اللي تشوفونه عليه خصومات بمناسبه مرور 13 عام، منزلين الاسعار في جميع الاقسام، نحن نصور لكم من كل قسم شوي شوي، فتعالوا المكان يستحق الزياره يوم السبت والاحد والاثنين. قسم الحفاضات، حفاضات الاطفال، الصدمه هني الارخص في السوق فاين بيبي الحجم الكبير يا جماعه من 46 29 و95 وشامل الضريبه. انا في هايبر رامز شارع الشيخ محمد بن زايد، ايضا شوف الليتات ايضا في خصومات على قسم الالكترونيات، عندهم اشياء جميله وراقية جدا وأسعارها جدا جميلة، أنواع الليتات، أنواع المكيفات الصحراوية. أصحاب التيك توك تبغون ليتات، تبغون للسيارة في قبض غير، مراوح، شو تبغى من الإلكترونيات هني تلقاها، مسوين عليها عروض وخصومات رهيبة جدا، ما شاء الله القسم كبير وضخم. شوف الأفران، عندك أفران الغاز الكبيرة الصغيرة، شغلات شوف الكهربائية، المولينكس، كل أنواع الكهربائيات ما شاء الله. أسعار بمناسبة مرور 13 سنة مسوين أسعار واو، أسعار رخيصة جدا حتى التلفزيونات. أيضا عندنا من أجمل العروض على هذا أصلي ما شاء الله وزن باناسونيك من 89 69 هيتاشي المعروفة، هذه مواطنة خليجية، هذه هيتاشي من 335 269 درهم وشامل الضريبة. مروحة وردية تبون موجودة، أفران موجودة، غسالات الأسعار قدامكم يا جماعة. المحل في خلال هالثلاث أيام بيكون عنده مفاجآت كبيرة جدا، من اليوم لغاية 5/7 أغلب السجاد بنص السعر في رامز شارع الشيخ محمد بن زايد. شوف الأشكال وشوف الموديلات، شوف ما شاء الله 50% 50% 50% قياسات متوفرة، صغار كبار أشكال روعة جدا، أعطيكم الصدمة أصدمكم في مجال السجاد. شوف ما شاء الله هذه جميلة جدا، تقريبا 3 في 4 تقريبا، ها 3 في 4 سعرها 495 درهم. عندنا هذه خلت تروح اسحب حمود، ايوه شوف ايش حالاتها، شوف الخضراء جميلة جدا سعرها كم 348. وعندنا هذه الروعة جدا نفس السعر 510 دراهم، يا سلام شكل جميل ورائع جدا. تبغي تسافر وتدور على شنط جميله وراقيه ورخيصه في رامز، تبغي القماش تبغي الفايبر شو اللي تبغي البلاستيك كل شيء موجود. عندنا هذه سعرها 75 شوي اكبر اللارج 85 من اصل 100، تبغي هالابيض مميز من بعيد تبين شنطك 90
80 70 وانواع ثانيه، في ارخص وفي اغلى ايضا. تجهيزات العيد تبدا من رامز 3 ايام، اسعار خطيره جدا. يوم السبت والاحد والاثنين حق المكسرات والحلويات 36، عندنا هني 6 خانات ايضا حجم كبير ب 48 من اصل 58، عندنا هذه ايضا اكلريك 35، شوف الفخامه هني 6 اماكن 18، عندنا هذه الجميله 34، شوف الاسعار، شوف الاسعار قدامك، شوف انواع واشكال البضائع وشغلات جميله جدا استعدادا للعيد. العيد غير مع رامز 3 ايام، اسعار خرافيه من 105 دراهم ب 88، بوفيه جميل وجاهز، وحط الشغلات هنا النار تحت. وعندنا تبغي مفتوح تحط فيه العيش والصالونه ايضا موجود، تبغي تشكل ايضا عندنا تشكيله ثانيه 65 درهم، وشوف هنا حق البوفيه شغلات جميله وخطيره جدا. طقم هذا كامل بوكس 16 قطعه، هذا هو شوف حق الحلويات المكسر، هذا ب 44 طقم كامل، وعندنا هذا 16 قطعه ب 45، وكل اللي تشوفه ايضا استعدادا للعيد، شوف الفخامه هنا ما شاء الله. استعدادا للعيد حق العصاير مع القاعده كامل 43، شوف الشكل حجم كبير هذا. عندنا هذه النوعيه ثانيه، عندنا هذا النوع ايضا ب 25 29، عندنا انواع واشكال اللي تبغيها. تبغي حق الماي ايضا متوفر. بعيدا عن الخصومات، بعيدا عن كل شيء، الاسعار رهيبه جدا يوم السبت والاحد والاثنين، شوف طقم فناين 5 دراهم، اكواب اشكال زجاجيه، كل طقم ايضا ب 5 دراهم، مع الصحن 6 في 6 10، هني ايضا 6 حبات ب 10 ب 10 حق الفرن عندهم، شوف هني كل شيء رخيص 3.95 يا بلاش، 6 حبات 8.95، 10، شوف الانواع، كل اللي تشوفه هني خصومات جميله جدا جدا يوم السبت والاحد والاثنين، الحق ما تلحق على رامز، شوف الادلال حتى كل هالاشياء كل عليها خصم. الصدمه فوق، الصدمه فوق، استعدادا للعيد جايبين فساتين حق البنوتات الصغار، وبناخذ حق لطيفه من هني، شوف الفستان ما شاء الله ما شاء الله 59، شوف هني شوف هذا الجميل روع جدا، وفي منه كم لون 65 درهم يا الله على هذا الفستان، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف هني فستان عروس، عروس ما شاء الله، والاحمر ما شاء الله ب60، اسعار جدا جميله، بنص السعر قاعدين يبيعون، بنص السعر استعدادا للعيد، الحق ما تلحق. ايضا الفساتين، شوف هني الفستان 28 28 هني ب23، في انواع ثانيه الطقم 68، شوف الفستان فستان عروس ما شاء الله ما شاء الله. الملابس تصل الخصومات فيها الى 50%، ملابس الاولاد البنات النسائيه والاولاد الاطفال، خليك متابع. جلابيات عندنا ب 10 دراهم، قبل كانت 50% حي بنص السعر، شوف 13.5 يا بلاش، 13.5 18 14، انواع واشكال الجلابيات النسائيه مستحيل اذا جيت هني ما تاخذين هذه، سعرها بلاش 50% سعر. من 39 درهم جميع الاحذيه، الحين اي جوتي تشوفه اي حذاء ب 20 درهم، كلها رجاليه نوعيات ممتازه جدا، شوف ايش حالاته ايضا ب 20 20 على الموضه ب 20 درهم، شوف نسائي كل هذه نسائي، نسائي ايضا ب 20، الحق ما تلحق لغايه يوم الاثنين. تبغي كنادير للعيد، تبغيها للسفر للبيت لراحتك تتمشى فيها، كنادير جميله والاصيل بعد، الاصيل والسعر 85 درهم الكندور الوحده، الثوب الواحد 85، الوان على كيف كيفك، تبغي ابيض موجود، تبغي ملون موجود، تبغي موديلات اشكال ثانيه ايضا موجوده بس اسعارها تختلف، بس العرض على الاصيل الابيض والملون.